وصفتنا لليوم وصفة سورية عريقة ما في بيت إلا ما بعمله بطاطا بانجان بندورة فليفلة ملونة بصل توم كزبرة بقدونس هدول كلياتهم رح نفركن بهالتوم والكزبرة بقلب الفليفلة والبندورة وبدنا نقليهم يلا على الغاز رح نقلي فسخات البانجان وأماني رشيهم ملح ونقعيهم بمي وصفيهم وطبطبي عليهم خرقه وبعدين نقليهم رقاق يكونوا واجا دور البطاطا كمان رقيقه انقعيها بمي وملح مي, مي بيردة مشان ما تشرب زيت كتير هلا البصل كمان بقلي بهالشكل بكر فرمي خشن لانه رح يدبل بنرفع البصل اجا دور التوم التوم سنين كمان بنقليهم للزينه وللطعم البعض راح يقول ما صحية ممكن تعملي هالشي اللي عملته بالشواية الهوائية وبتصير صحية الفليفلة القرون المحشية كزبرة وتوم قليتها بدي اياها بهاللون ومن حين لاخر طالعي هالتوم اللي بيطلع من الفليفلة والبندورة ارفعيهم من خلال مصفية الشاي بالنهاية اجا دور البندورة المدهونه بالكزبره والثوم ولو تشموا الريحه بس انتبهوا ما تاخذ احتراق وترس البندوره ما تشيلوه هو بيعطي تماسك لرس البندوره. انتبهوا لهالشغله. اي قالب متوفر عندك جود بالموجود. بجيب كيس نايلون وممكن ورق زبده بصف رقائق البانجان بهالشكل. لزمدي حطيت شرايح بطاطا، نحن النا جود بالموجود. رح نعطي شكل حديث نخلي ضيوفنا يستغربوا يا ترى هاي مقلوبة بندورة حطيت بالقاع حطيت بطاطا رشيت من البصل ومن التوم البندورة رح تعطي رطوبة وطعم مميز بعدين طبقت الفليفلة الخضرة والحمرة مع هالكزبرة والتوم رح نرش البصل المقلي والتوم المقلي حطيت فليفلة وبعدين بطاطا شرايح بطاطا وكبستها ضغطتها بشكل جيد على فكرة ممكن تطبقوا هالتطبيق هاد على مقلوبة الجاج أو اللحم تطبخوا رز مع جزء بسيط بانجان مشان تكسبوا لون وطعم وبتتركوا بانجان مقلي على جنب وبتطبقوها بهالشكل بتطلع قالب جميل حطيت فليفلة وهلا التوست بس نسيت رش البقدونس بيعطي تميز للطعم والوان حلوه وقت ما نقطع هالقالب بالجميل هالتوست ممكن تحمصي وتحطي وممكن تحطي مثلي هلا لفيت البنجانات فوق التوست وبغلفه بكيس النايلون واذا عندك نايلون تغليف غلفي ولمدة أربع ساعات وبعدين راح نشوف هالقالب الجميل إيش طلع معنا خلي يزين سفرتنا شكل حلو حديث حبيت أفيد الصبايا ومثل ما قلت ممكن تعملي عصير بندورة وحدة تغليه على النار مع بصله وتعمليها صوص سميك وتعملي خطوط عشوائية بالنهاية بيعطي رطوبة وطعم مميز أنا زينتها بهالشكل إن حبيتي الزينة ممكن تعمليها مثلي هي هي الوصفة بكل بساطة هو مكمور بانجان ولكن بشكل حديث أكيد نحن منحب الأفكار ومنحب نعمل أشكال جديدة تزين سفرتنا وخصوصا سفرة رمضان ضمية لقائمة وصفات رمضان البسيطة السهلة الاقتصادية وما تنسي اللايك والمشاركة لحتى الفيديو ينتشر ويستفيد منه الجميع بفكرة حلوة ممكن تزيني على الداير كزبرة خضراء وممكن بقدونس تمنيت يكون بقيان فليفلة حمراء أدخل لون الأحمر ليعطي روح للقالب يعطي شكل جميل عندي رمان جود بالموجود زينت فيه لا تسكروا استنوا الفيديو للأخير رح أقسمه وتشوفوا الشكل الرائع من الداخل ممكن تقطعوه مثل قالب الانجليش كيك ويتقدم بالصحن وغموس بالعشرات واللي بده ياكله بالشوكة ويقول نزاكا <applause> جود بالموجود تحياتي بحبكن كتير جربوها رح تبهروا ضيوفكن بالشكل والطعم طيب كتير وشايفين اقراص خبز الطحينه هدول صحيات بسكر دايت وطحين القمح الكامل رح انزلكم ياه خلال يومين انتظروني بوصفات جديده